في الواقع هو ليس بنفس الكثافة، حيث أنه الوتيرة انخفضت كثيرا في الأسابيع الفائتة، طبعا بسبب أنه إسرائيل أصبحت اليوم مسيطرة على جزء كبير من قطاع غزة. في الواقع نحن علينا هنا أن نوضح بأنه 9 أشهر، وهي الفترة الزمنية منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، ليست بفترة طويلة بالنسبة لدولة تكافح الإرهاب مقارنة بدول المنطقة في حربها ضد ميليشيات إرهابية، أو حتى مقارنة بحرب إسرائيل ضد الإرهاب في ما عرف آنذاك بالانتفاضة الثانية، عمليات الإرهابية الانتحاريين آنذاك الذين كانوا في كل مكان يأتون في إسرائيل من مناطق الحكم الذاتي. وحتى استطاعت حكومة شارون إخماد هذه الموجة من الإرهاب، أخذ ذلك 5 سنوات الجيش منذ العام 2000 وحتى العام 2005، وبالتالي 5 سنوات، عامين الولايات المتحدة تحارب داعش في شمال العراق مع كوكبة من دول الأوروبية، 15 سنة تحارب في الشيشان حتى أخمدت المقاومة الشيشانية، وبالتالي 9 أشهر ليست فترة طويلة، حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه في 9 أشهر كانت هناك هدنة أولى، وكانت هناك أكثر من أو عدة أسابيع حتى بدأت إسرائيل الحملة البرية، وبالتالي ليست فترة طويلة. أنا أعتقد أنه الحرب بهذه الوتيرة سوف ربما تستمر لعدة أشهر، ربما مع بداية فبراير أو مارس أذار للعام المقبل، بعد ذلك تنخفض الوتيرة وتتمثل في بعمليات كر وفر بين الجيش وما تبقى من الإرهاب، تزامنا مع بزوغ وتكون سلطة فلسطينية جديدة تمثل المواطنين الغزيين وتعمل على إعادة الإعمار وحكم القطاع. طيب دكتور مائر، يعني منذ أيام كان هناك استهداف إسرائيلي يعني لمخيمات تأوي نازحين وأيضا مدارس تأوي نازحين. طيب ما أسباب استهداف المدارس والمخيمات التي تحوي نازحين مدنيين وليس عناصر من حركة حماس؟ فيما يتعلق بمدرسة تابعة سابقة للأونر، ودائما نقول سابقة، المدرسة كانت تابعة للأونر وقبل الحرب، اليوم هي أصبحت وتحولت إلى مركز لحماس، وحتى الأونر وقالت أن هذا المبنى لم يعمل كمدرسة منذ ذلك الحين، وبالتالي إسرائيل لم تستهدف. لو كانت إسرائيل تستهدف مستشفيات كما يقال أو مدارس، فلماذا لم تقصفها فقط الآن؟ لماذا لم تقصفها في البداية؟ أما فيما يتعلق بالمواصي، وأشرت إلى ذلك ربما بطريق غير مباشر، فيما يتعلق بالمواصي وخيام اللاجئين، أستاذ الكريمة، هذا كان مركز لجأ إليه السنوار ونائبه، ونائبه قتل باعتراف حماس، وعشرات من الحمسويين الذين قتلوا في عملية نوعية قام بها الجيش قبل أيام، ومصير السنوار لا يزال مجهولا، حماس لم تؤكد على أنه نجا من طيب نعم دكتور مائر، سياسيا دكتور مائر سياسيا يعني هناك موقع أكسيوس الأمريكي يقول أنه كان هناك اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، حول كان موضوع الاجتماع حول فتح معبر رفح بالتزامن مع تعثر المفاوضات. هل يمكن اعتبار أن نقطة موقع يعني معبر رفح هو النقطة الجوهرية التي تمنع إلى الآن الوصول إلى وقف لإطلاق النار؟ لا، على الإطلاق، هي نقطة هامشية للغاية، لأنه المساعدات تدخل أكثر بمراحل كثيرة من المعابر الإسرائيلية أو عن طريق البحر، وبالتالي معبر رفح هو مسألة لا علاقة لها بذلك. ولكن يجب علينا أن نفهم، معبر رفح محكوم من الجانب المصري بالقوات المصرية، ومن جانب قطاع غزة بالقوات الإسرائيلية، وهذا نصت عليه معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، وبالمادة الثانية حيث قالت أنه المنطقة لا تصل إلى قطاع غزة، وقطاع غزة وضع خاص، أكدت عليه مرجعيات السلام فيما ذلك اتفاقيات أوسلو، اتفاقية أوسلو بين اتفاق المبادئ بين منظمة التحرير وإسرائيل بالعام 93، أكدت عليها الاتفاق غزة وأريحة في الملحق الأمني بالعام 95 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ما جد هو أنه حينما قررت إسرائيل وبمحض إرادتها أن تنسحب من الموقع في سياق الانسحاب الحادي الجانب العام 2005 تحت حكومة شارون،
ولكن هذا بعد ذلك انقضت حماس على الشرعية بالعام 2007، وعملت إسرائيل على استعادة مرة أخرى التواجد في هذا الموقع، تأخرت 17 سنة إلى أن عادت إليه اليوم. إسرائيل تعتبر أنه وفقا للقانون الدولي هذا الموقع هو تحكمه إسرائيل وفقا للضوابط القانونية، أي أوسلو وغزة وأريحة وقبل ذلك معاهدة السلام. الطرف المصري يقول لا، نحن نتشبث، نريد أن يكون الممثل مع الطريق طيب دكتور الآخر ماهر، من ما سبب الفلسطينيين. لذلك إسرائيل لأنها تبحث بشكل براغماتي على إرضاء الطرف المصري، ربما أن يكون هناك تمثيل معين يمثل الفلسطينيين بشكل تكنوقراط، ولكن لا يمثل السلطة الفلسطينية كسلطة فلسطينية، لأنه إسرائيل غير معنية ولا ترغب في أن تعود السلطة الفلسطينية طيب لماذا بشريعتها. دكتور ماهر، لماذا يعني ما سبب هذه الحساسية الشديدة من قبل إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية؟ هي لا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية على معبر رفح، لماذا؟ لا، هي ليست لا توجد حساسية. إسرائيل تتعامل مع السلطة الفلسطينية، هناك تنسيق أمني، هناك اتفاقيات. السلطة الفلسطينية هي المخول بإدارة المناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ولكن إسرائيل لا تريد السلطة في قطاع غزة فقط. لماذا؟ لا، لا تثق في هذه السلطة. أولا لأنه السلطة خسرت، فقدت قطاع غزة. إسرائيل سلمت كل قطاع غزة للسلطة بالعام 2005، كل القطاع، منطقة ألف كاملة، والسلطة فقدتها بعد أقل من عامين، ووصلت حماس إلى حكم القطاع وطردت السلطة منه، وبالتالي السلطة غير قادرة. وحتى في تحركات السلطة في الضفة هي تتحرك بمساعدة إسرائيل، فكيف لها أن تحكم قطاع غزة وحماس لم يهزم بعد بشكل كامل بدون تعاون مع إسرائيل؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، لأنه السلطة الفلسطينية أثبتت خلال الأشهر الفائتة تآمرها على إسرائيل وأنها لا تساند إسرائيل في مكافحة الإرهاب في قطاع غزة، طبعا لأنها تزايد على حماس، رغم أنها مع إسرائيل في الضفة لكن ليست معها في قطاع غزة. وحتى أبواق السلطة والإعلام التابع للسلطة هو يمجد في الإرهاب الحدث الذي حدث في مذبح 7 أكتوبر وبعد ذلك، نعم. وانتهت ثقة إسرائيلية في السلطة فيما يتعلق بملف قطاع غزة فقط، ولكن في الضفة الغربية الوضع يختلف تماما. نعم، من القدس دكتور ماهر مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، شكرا جزيلا لك.